طبعا الهم الشاغل الجميع هو هم المصروف اليومي وهم الخبز اليومي وهم الغلاء يلي بطل محمول ولا لفئة من العالم. بطل في غني، صار كل الطبقات فقيرة، مثل ما حكيت الأسبوع الماضي 50% على خط الفقر و 40% تحت خط الفقر. شو باقي بقى؟ بتصور العشرة التانيين على الطريق إلا يلي مزبط وضعه، ونحن عارفين مين مزبط وضعه بهالبلد. ما بقى في حدا يزبط وضعه باللي نحن وصلنا له. يا جماعة لازم إذا ما حدا اطلع فينا نطلع بحالنا. واليوم نحن الحلقة رح نحكي فيها مع ضيفي بيدرو غانم يلي يعني اختص بهالموضوع هيدا ودرس هالموضوع هيدا، ورح نعطيكم نصايح على القد تصرفوا على أساسها، لأنه إذا قدرنا نلاقي لكم حل ولو بسيط ممكن حجرة تسند خيبية. خلينا نحن وياكم بسمع مني مع بيدرو غانم. بيدرو صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام. يعني أول شيء أنا مبسوط إنه أنت معنا. وأنا كمان. يعني سوري مع حفظ الألقاب، عندك ألقاب كتير يعني بين الإعلام وبين التمثيل وبين الدراسات اللي عم تقوم فيها مؤخرا، يعني بيعطيك ألف عافية. الله يعافيك. Thank you. هيدي الدراسة اللي عملتها مؤخرا على الأد، يعني لازم كل شخص منا يفوت يعمل دراسة بتفيد المواطن اللبناني، واللي عملته أنت مزبوط 100%. بالبداية إنه شيء يعني للنفس او شو بيقولوا لعلم النفس بيحكي عن راحة الانسان ليقدر يستمر بالحياة. صحيح. انت شو درست وشو عملت بهيدي الدراسة بالتحديد لنفيد المشاهد؟ انا اختصاصي هو علم نفس المستهلك او الكونسيومر سايكولوجي، اللي هي انا مادة بعطيها بالجامعة. نعم. وخلال الأزمة اللي قطعنا فيها تعمقت فيها اكثر، لانه حسيت نحن بحاجة ل adaptation لحتى نعدل حياتنا، نعدل نمطية الصرف يلي عنا، نعدل نمطية التفكير يلي عنا لحتى نقدر نقطع هالمرحلة الصعبة. الشعوب قطعت بمراحل أصعب بكتير من اللي قطعنا فيه نحنا. في مجاعات صارت بلبنان وصارت بفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، كانت أسوأ بكتير من اللي عم نقطع فيها هلا. وقدرت الشعوب بتبقى قد ما كانت الأزمات كبيرة. هلا يلي بدي أقوله إنه نحنا مش جايين نتفلسف، ما بحب المشاهد يفكر إنه نحنا جايين يقول إنه نحنا عم نموت من الجوع، جاي حدا عم يتفلسف علينا انه كيف فينا نوفر، ما نحن اصلا ما معنا ناكل. انا الفكره مش انه هي فكره مش انه نوفر عاد ما انه نحن نقدر نعدل بنمطيه حياتنا. نحن نمطيه حياتنا غلط، ونحن بعرف انه نحن الازمه اللي وصلنا لها هي بسبب حراميه سرقونا من الاخر، بس هي كمان بسبب نمط حياة غلط نحن كنا عايشينه. يمكن هالنار مش اجت لتحرقنا، اجت هالنار تطهرنا اكثر ما انه تحرقنا. تعلمنا بل تعلمنا تعلمنا. يمكن هي اول شغله لازم نعملها لحتى نقدر نقطع هالازمه. اول شغله قبل كل شيء، قبل الاكل والشرب والمصروف، نحن نقتنع انه نحن تغيرت حياتنا. بعد هلا ناس جوزيف انت بتعرف عايشه دينايل بسايكولوجي، بيقول دينايل يعني انكار للحقيقه، انكار للذات. مش بعد هلا مش مصدقين انه معاشهم صار بيسوى $100، يلي بيقبض مليونين ليره صار معاشه $100. بعد لهلا الناس ما وعيت لها. صحيح. بعدها عم تصرف وعم بتشوف انت هال البايبولاريتي بالسوسايتي. في بايبولاريتي، في فقر كثير كبير، وفي ناس بعدها عم تسهر وتظهر وتدفع مصاري كثير. بيدرو في عالم عم تتدين لتعبي براداتا لانه خايفين من مجاعه، يعني حتى يعني عم يجيبوا اكثر من حاجاتهم هالقد، يعني عم يجيبوا مصاري مشان يعبوا. هيدي ازمه بحد ذاتها أسوأ من ازمه الدولار، ازمه عقليه الناس وازمه الخوف عند الناس. نعم. كرمال هيك اول شيء الناس لازم تعمل، اول شيء لازم تحط ببالها انه حياتنا تغيرت. ثاني شيء تنقص من العنجهيه في الصرف، يعني بسموها arrogance، يعني الصرف بعنجهيه. نحن اذا بتروح على البلاد الاوروبيه والامريكيه اللي عايشين مش بازمه مثلنا، عايشين براحه ماليه كبيره، بتلاقي بيشتروا الخضره بالحبه، بيشتروا الفواكه بالحبة. نحن بعدنا لهلا عم نشتري من الكيلو، يعني بعدنا هلا بنقول كيلو بندوره صار 5000. ليه بدك كيلو بندوره؟ ليش ما نحن بنعرف قد ايه بينكب خضره من البراد. بس اوقات الشخص مش قادر كل يوم يروح على السوبر ماركت، بده يروح. هيدا عم بقول عنه. هيك كرمال هيك لازم نغير نمطيه حياتنا. الامريكاني بيروح
الامريكاني ما عنده دليفري على البيت، يعني احنا كل شيء مطلوب دليفري، يعني الارجيله تنطلب دليفري عنا، ما بدنا نتعود نعمل شغلتنا بايدنا. الامريكاني بيغسل سيارته او الاوروبي بيغسل سيارته بايده، ونحن بعدنا لهلا بدنا ندفع لنغسل سيارتنا. الامريكاني السيدات والستات الميك اب والشعر بيعملون ببيتهم بايدهم، ما بيروحوا على انا وقفت غسلها او غسلها انت غسلها. انا تعلمت، انا بغسلها صرت بايدي. تعلمنا طبعا. تعلمنا نعمل قصص كثير ما كنا نعملها من قبل. من نتعلم نستعمل الورقه والقلم، يعني بعدنا لهلا نحن بنصرف بلا وعي بلا كنترول. قد ما حتى لو معاشنا صار نص، او حتى لو معاشنا بس بدروا الورقه والقلم اذا كان في مدخول، يعني ما حتى في عالم عادي بلا مدخول. في كثير سبستيتوت صار فينا نحن نعمل سبستيتوت بحياتنا. يعني اول شيء ما عدا الاكل والشرب اللي هو اساسيات الحياه، بعدنا لهلا عم نصرف على ملذات الحياه. بعدنا لهلا ما فيك تقول انه الحياه تغيرت بلبنان. بعد في ناس بعد بتسهر وبتظهر كل يوم، بتروح على القهوه كل يوم. انا كنت امبارح بشارع سودي كونزول، انه الكافيهات فل صح مليانه. انا كمان على منين عم جيب مصاري؟ هيدا السؤال تسالهم. انا مره وقت كنت مره كنت باذاعه مذيع من شي 10 سنين، طلبت مني مديرة البرامج وقتها قالت لي اعمل ريبورتاج للعالم منين مع مصاري. نزلت القربة، كان بوقتها جميزة هي الشارع الأساسي ببيروت، لقيت الجميزة مليانة عالم. صرت أسألهم منين جيبين مصاري، ما لقيت جواب. هذه دراسة عملتها من 10 سنين لما كنت مذيع، ما لقيت جواب. ما حدا عنده جواب منين المصاري. هذا يقول لك حدا بعت لي من برا، هذا بيقول لك طب ما عندي غير هيدي فشخلي فيها. يعني هيدي نمطية التفكير ما في منها برا، انه بعد في الأرجيلة بتفشلي خلقي، بعد في الكاس بفشلي خلقي، بعد في السهر بفشلي خلقي. بدنا نطلع من هالعقلية قبل ما نفكر انه ليش في أزمة مالية، وليش ما معنا مصاري، وليش ما عم بفضل معنا مصاري، وليش في فقر. إذا بتشوف كمية الأكل اللي بتنكب المطاعم لهلأ بلبنان، هيدا الأكل لهلأ، مش عم بحكي قبل الأزمة، عم بحكي خلال الأزمة. إذا بتشوف كمية الأكل، أنا شفتها من يومين ثلاثة، كمية الأكل يلي بتنكب، كمية بتسد جوع العيال يلي بعدها جوعانة لهلأ. يعني انشغل ببنك الأكل لفترة وكذا وهذا، بس كل هالأمور رجعت مدة تفيد. هلأ في جمعيات كتير عم تشتغل طبعا مشكورين، فورة ولكن فورة وبعد هلأ بعد في عم بتصير فورة بسموها psychology fad FAD، يعني 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 فورة بتطلع وتنزل هيك الجراف طبعا طويل وبيجع بينزل. بعدنا لهلأ بلبنان من كبل البلاستيك والورق والنايلون. ليش ما بيصير في شراكه بين القطاع الخاص؟ ما رح احكي القطاع العام لانه الدوله حراميه ما يقوس منهم. خلينا نحكي قطاع خاص. ليش ما بيصير في تعاون بين القطاع الخاص، الشركات اللي بلبنان، كل الشركات اللي بتعمل كرتون وبلاستيك، اللي بتعمل باكجينج، والناس انه تجمع الكرتون ببيتها تفرز. هون بنكون فرزنا اول شيء، ريحنا من قصه النفايات، وثاني شيء طلعنا مصاري. بنجمع البلاستيك، بنجمع الكرتون، بنجمع النايلون، بنعطيهم للشركات، بنروح بنعطيهم للشركات. هلا فينا نخفف منهم كمان، برا بنشتري كيس النايلون نحط فيه الاغراض، يعني فينا ناخذ معنا كيس قماش من البيت ونعبي. فينا نطلع منه مصاري. هلا عفوا ما تاخذوني انا مش عم صعب عليكم، بس انه لازم الواحد يوفر على حاله بمطرح معين، يعني اذا صحيح. طب شو القصص اللي فينا نستغني عنها برايك انت بحياتنا؟ فينا ننتقل لنظريه النظريه التسويقيه والايكونومي اسمها سي تو سي، كونسيومر تو كونسيومر. يعني نصير نبيع بعضنا، نصير كل مستهلك هو بائع وكل مستهلك هو شاري. يعني انا يعني بتعرف قديش في ناس بلبنان عندها ثياب ما بدها اياها، ثياب مكومه عندها بالخزانات، شوز، ديكوريشن، كتب، اي شيء ممكن انت مش عاوزه فينا نبيع ولا بعضنا عن طريق يا الابلكيشن يا نبيعه بسموها بالامريكا فلي ماركت. برايك اللبناني بيعمل لا لانه هيدا عم بحكي عنه، لانه بعده عنده الاروغانس، بعده عنده عن جهيه الانتماء، وهيدي قبل ما نخلص من كل ازماتنا. بتعرف هذا الشيء بزعلني عن جد طبعًا. اللبناني اوكي عنده اروغانس، انا ما عم بقول اروغانس، انا يعني عن جهيه، انا عم بقول قد ايه اللبناني نفسه كبير وقد ايه بحب الحياه وقد ايه وطوه وقد ايه عملوا، يعني ما بيوطى راسه ابدا، يعني فشلوا كلهم يعني، بس انه قد ايش عملوا فيه لانه يقدر مثل ما انت لازم نوصل لهون يعني لنعيش ولنكمل يعني. ايه بس انه بس كمان خدروا الشعب بشعارات انه هو كرامته كبيره وهو الشعب ما بيموت. كمان تخدر الشعب اللبناني بهيك شعارات، ما كان لازم هالقد تتكبر براسه. لازم كان يعرف اللبناني انه هو شعب مثل اي شعوب الارض. نعم. منه اهم من الفلبين او السريلانكي او وات ايفر، ومنه اقل من حدا، منه لا اهم ولا اقل. نحن متساويين كلنا كشعوب. لو فكرنا هيك من الاساس ما كنا جبنا هيدي الطبقه ولا كنا وصلنا لهون يعني. ما هيدا الكعك من هالعجين. قبل ما يخلص وقتنا خلينا ناخذ يعني القصص اللي انت درستها ولوين وصلت لنتيجه، شو فينا نستغني، شو فينا نزيد، شو هالامور. اول شيء كل الاغراض اللي بتتعطل من اليوم ورايح بدنا نفكر بالتصليح اكثر ما نفكر بالتغيير. يعني اذا شاشه
لابتوب انكسرت كنا دغري نغير لابتوب، تليفون، تلفزيون، براد، غسالة، أي منتج كهربائي أو غير كهربائي تعطل، بدنا أول شيء نفكر بالتصليح قبل ما نفكر بالاستبدال. نعم. أي برودكت ما عم نستعمله لو قد ما كان غالي علينا، لو قد ما كان قيمته المعنوية كبيرة عنا، من نروح على البيع، ما بدنا نروح على التخبية، يعني ما بدنا نخليه للبرودكت. لو في بيوت فيها 4 تلفزيونات، في بيوت فيها 5 تلفزيونات، بس انا بعرف حكما رح يعملوا هيك حاليا بالوضع المادي، لازم يعملوا هيك، لازم يفكروا يعملوا هيك، لازم الثياب تصير فيها شيء اسمه فري ماركت بيقولوا له بامريكا، يعني بتبيع ثيابك المستعمله وتشتري ثياب مستعمله، ما عليه اذا اشترينا ثياب مستعمله منا اهانه ومنا انحدار لوجودنا او لكونيتنا يعني كلبنانيين. نفس الشيء ادويه، في كثير ناس بتلاقي في أدوية ببيوت ناس ما بتستعمل وبعدها مدتها صالحة للاستعمال، بيكون اشترى لتسعى علبة دواء استخدم أول ظرف منها وما استخدم الثاني، بيكون قطع. هي شو بنعمل فيها؟ هي ما فيك تعطيها لحد. إذا الدواء بعدها صالحة مدته ممكن نعمل نحن بنك، يعني ممكن هون عن جمعية بتوجه للان جي اوز، للجمعيات غير ما بتبغى الربح، انه تجمع الادويه كلياتها، كل حدا عنده دواء بعده صالح الاستخدام وما عم يستعمله، يعملوا بنك لا او وهن بيكونوا بيعرفوا عالم عنده هالوصفه هيدي، لا والعالم يقدم عن طريق فينا نستخدم السوشيال ميديا هلا بتسهلنا كثير، اي حدا عنده طلب لاي دواء بيحطه، اي حدا عنده عرض لاي دواء بيحطه، فينا نتبادل الادويه، فينا نتبادل البرودكتس المنتجات. انت عندك هالغرض، انا ما عندي آلات موسيقيه، عفش بيت، قماش، برادي، اي شيء اي شيء نحن مش بحاجه له، وجوده عنا هو نوع من الإنكار ونوع من المساهمة بالانحدار الاقتصادي اللي عايشين فيه. يعني فينا نحكي كثير عن هالموضوع، بعرف قد ايه موضوع مهم وبدق بالعالم، بس انا بدي لكم يعني شفتوا مثل ما بقول لكم بكل حلقه، ما حدا رح يقلع لنا شوكنا غير ايدينا، لانه بما انه هن مش عم بيطلعوا فينا ومش فرقاني معهم، نحن لازم نلاقي الحل. صح. ضروري. بيدرو مشكور، وان شاء الله بدراسات جديده بتعملها كمان نستضيفك معنا ونحكي اكثر عن مواضيع عده بالنسبه لهالموضوع بعلم النفس المستهلك. شكرا بيدرو. نحن وياكم خلينا نروح بريك، ناخذ بريك ومن بعدها رح نلتقي مع الفنانه حبيبه القلب تانيا قسيس.